السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا بهاي المحاضرة راح اشرح لكم شلون تنصبون نت بينز حتى تقدرون تكتبون اكواد الجافا وتنفذونها داخل. طبعا بالبداية احنا اخذنا، دزيت لكم انا الرابط مال تنزيل مالته مباشرة. طبعا النت بينز يحتاج جي دي كي، والجي دي كي هذا انت لازم تنزله، بس انا دزيت لكم هذا الرابط اللي هو راح اروح عليه. يحتوي على الجي دي كي وعلى النت مينز. يعني شوف اذا تقرا هنا جي دي كي ماشي with نت مينز، ماشي الاصدار مالته 8.1. مرات يعني تجي اصدارات قديمة او اصدارات حديثة، بس احنا نفس العمل، هي يعني ما تختلف. فبالبداية اللي اريدك تنتبه له انه تشوف نظام حاسبتك شنو. نظام حاسبتك اذا 32 او اذا 64، فهذا الخيارات عندنا. شلون تعرف نظام حاسبتك 32 او 64؟ بسيطة، تجي هنا على ال this PC او الماي كمبيوتر، بس تجي تختار خيارات وخصائص. من الخصائص تجي هنا سيستم تايب. السيستم تايب اللي انا قد عندي هسه حاليا 64، انت جوز يطلع لك 32، جوز يطلع لك 64، انت حسب نظامك. تمام. فهنا اذا 64 فانت راح تنزل اللي هو 64، اللي هو هذا اخر شيء. اذا نظامك هذا 32 فانت راح تنزل اللي فوقه اللي هو ال 86، يعني هو 32 ماشي، راح تنزل هذا اللي هو قبل الاخير. تمام. هسه بما انه انا شنو 64، فراح انزل الاخير اللي هو 64. نزلته، طبعا انا نزلته لاني اخذ وقت شوي بالتنزيل لان حجمه 326 ميجا تقريبا، فنزلته. طبعا انا كان عندي النت بينز بس مسحته على مود اسوي الخطوات وياكم خطوه خطوه وما تواجهكم مشاكل. طبعا راح اسد هذا، راح اروح للداونلود. للداونلود ماشي، هذا مثل ما جاي تشوفون، ندخل عليه نضغط يس، يتنصب حاليا. طبعا هاي السرعة تعتمد حسب يعني الحاسب اللي عندك، إذا سريعة أو لا. ف يعني أنا حاسب مواصفاتها يعني وسط وما إلى الضعيفة. انتظر شوية جاي يتنصب، سوي له تالي. مسار الافتراض هو إليه، فتالي نفس الشيء، هو يعني خليهم ذن المسارات الافتراضية إلهم. وآخر شيء تريد تشيل هذا مال يعني التحديث، أو تريد تبقي أنت براحتك، فأنا أبقي ما عندي إشكال به. سوى انستل فراح ينصب لي. طبعا بينما راح ينصبه راح أوقف التسجيل، بين ما يكمل أرجع. طبعا رجعنا لكم، كمل التنصيب ويعني انستل كومبليت بهذا الشكل، ما طلع لي أي خطأ. بس راح أسوي له فينيش. بعد ما راح أسوي له فينيش، طبعا هذا هو النت بينز، ما أعرف هو أي، أدخل عليه هيشغل لي اياه. اشتغل مثل ما جاي تشوفون. هذه الواجهة هي واجهة، شلون واجهة بداية. طبعا مثل كل البرامج، حتى لما نريد نسوي بروجكت او مشروع فلازم نضغط على الفايل، فراح تظهر له هنا جافا ابلكيشن، ادوس له تالي. هنا انا اختار اسم المشروع اللي هو بروجكت نيم، فراح اخليه نفس انته. وهنا المسار اللي الموقع مال المشروع وين راح يكون، راح يكون باليوزر بي سي دوكومنت واسم الفايل هذا. طبعا
كريت مين كلاس، هذا راح اخلي عليه صح حتى يسوي دالة مين. اوكي راح اسوي له فينيش، خليه يكمل هنا. اوكي مثل ما جاي يشوفون سوى له هذا الكلاس. طبعا هاي الواجهة راح اسدها من هنا، وهذا مثل ما تشوفون هاي التعليقات انا راح امسحها لان ما احتاجها، وهاي كذلك، وهاي كذلك، هاي الواجهة. طبعا هذا ملفات المشروع. هنا أنا راح أسوي تشغيل للمشروع من خلال هذا الزر تشغيل، فراح يسوي لي رن، اشتغل هنا أنا عندي المشروع أو الكلاس مثل ما جاي تشوفون. طبعا يجي راح أنهي المحاضرة، إن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية. يا ريت تسوون هذا يعني المحاضرة تنبذونها، تنزلون النت بينز والجافا جي دي كي وتنصبونها على حاسباتكم. اللي ما عنده حاسبة موجود بالموبايل، هواي محررات بالموبايل تكتب بها جافا. لازم تنفذ الكودات اللي ينطونهن إليك، لازم تجرب بنفسك تغير بالكودات حتى تصير قوي بالجافا. ماشي، يلا نقولكم في أمان الله.